بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكم يا رابع؟ اليوم أنا وياكم يا مس رح نحل مع بعض أسئلة درس وطني بيتي. فمشان هيك يا مس امسك لي دفترك وامسك القلم واكتب اليوم والتاريخ وعنوان الدرس بشكل مرتب وواضح، تمام؟ يلا نبلش أنا وياكم بحل الأسئلة. السؤال الأول، أذكر ثلاثا من واجبات الأسرة. بدل ثلاثا بدنا نذكر ثنتين، تمام؟ بدنا نذكر بس ثنتين من واجبات الأسرة. واحد، توفير حاجات الأسرة كلها، توفير حاجات الأسرة كلها. اثنان، يعملان بجد لكي يظهر البيت بمظهر حسن وجميل أمام الآخرين. يعملان بجد لكي يظهر البيت بمظهر حسن وجميل أمام الآخرين، تمام؟ طيب السؤال الثاني، ما أهم المرافق العامة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطن؟ وما الخدمات التي يقدمها كل مرفق؟ خلينا واحد، المدارس. إيش الخدمة اللي بتقدمها المدارس يا رابع؟ ممتاز، خدمة التعليم، خدمة التعليم. اثنان، تعبيد الطرق وإنارتها، تعبيد الطرق وإنارتها. إيش الخدمة اللي بتقدمها؟ خدمة المواصلات والتنقل، خدمة المواصلات والتنقل. ثلاث، إقامة الجسور، إقامة الجسور. إيش الخدمة اللي بتقدمها؟ خدمة المواصلات. أربعة، المستشفيات. لما نروح على المستشفى إيش الخدمة اللي بتقدمها؟ خدمة الصحة والعلاج، تمام؟ تمام. السؤال الثالث، السؤال الثالث، كيف نحافظ على ممتلكات الوطن؟ كيف بنحافظ على ممتلكات الوطن يا رابع؟ اكتب يا مس. واحد، الاستخدام الأمثل للمرافق وعدم العبث بها. الاستخدام الأمثل للمرافق وعدم العبث بها. اثنان، الاهتمام بنظافة الأماكن والمرافق العامة. الاهتمام بنظافة الأماكن والمرافق العامة. ثلاث، تقديم النصح، تقديم النصح والإرشاد للزملاء من أجل الحفاظ على ممتلكات الوطن. تقديم النصح والإرشاد للزملاء من أجل الحفاظ على ممتلكات الوطن، تمام. السؤال الرابع، اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه من أسئلة. قام بعض الطلبة في نهاية العام الدراسي بإهمال الكتب المدرسية وتركها في ساحة المدرسة. الفقرة شو بتحكي لك؟ بتحكي لك إنه طلبة في مدرسة معينة بعد ما كملوا العام الدراسي وامتحنوا رموا الكتب في ساحة المدرسة. هل هذا تصرف صحيح يا رابع؟ هل هو تصرف صحيح؟ لا، تصرف خاطئ. اذكر لي ثلاثة من الآثار السلبية لإهمال الكتب المدرسية وتركها في ساحة المدرسة. شو الآثار السلبية اللي لما الطلاب رموا الكتب المدرسية في ساحة المدرسة؟ ألف، يلا اكتب. واحد، حدوث تلوث البيئة. لوثنا البيئة، إذن حدوث تلوث البيئة. اثنان، الكتب التي تترك في ساحة المدرسة، الكتب التي تترك في ساحة المدرسة تعد خسارة للوطن. الكتب التي تترك في ساحة المدرسة تعد خسارة للوطن، تمام؟ طيب السؤال الثاني، الفرع الثاني عفواً، ماذا تقترح لعلاج هذه الظاهرة؟ يعني أنت كطالب إيش بتقترح عشان نعالج مشكلة رمي الكتب في ساحة المدرسة؟ اكتب. واحد، توعية الطلبة بضرورة المحافظة على النظافة والبيئة. توعية الطلبة بضرورة المحافظة على النظافة والبيئة. اثنين، على الطالب
على الطالب أن يعطي كتبه بعد أن ينتهي من دراستها إلى الطلبة المحتاجين. على الطالب أن يعطي كتبه بعد أن ينتهي من دراستها إلى الطلبة المحتاجين. إلى الطلبة المحتاجين، تمام؟ طيب، طبعا يا مس بدي أحكي لكم شغلة. السؤال الرابع صح أنا أعطيتكم إجابات إله، بس كمان بإمكانك تضيف إجابات أخرى، تمام؟ طيب، السؤال الخامس، ضع عنوان مناسب لكل صورة. يلا مين الشطور يحكي لي هيك إيش لما ننظر للصورة إيش ممكن نحط العنوان إلها؟ هاي الصورة الأولى، التعاون في الزراعة، تمام؟ هون التعاون في إظهار المدرسة بشكل جميل، تمام؟ يعني هو هاي الصورتين ببين لي كيف ممكن نكون متعاونين، تمام؟ وكمان بتقدر تحط عناوين أخرى ممكن تبدر إلى ذهنك وتحطها، تمام؟ هيك يا رابع بنكون درس وطني بيتي حلينا الأسئلة كاملة وشرحنا الدرس كامل، تمام؟ والسلام عليكم ورحمة